عملت التويته دي بعد لا ما وانا كدبتها من غير ما اشوف ايه؟ طبعا كدبتها من غير ما اشوف. ياسر ريان الاهلي باع ابني ابو 23 سنه علشان انت مالكش حاجات كده بتبقى مخترقه من عندك؟ انت مالكش ايه؟ لا كتير. ايوه ما ده مخترق برضه. وطلعت ورديت نوضح ورديت قلت حتى الكلام بس ده بس الرد هنا هيبقى اقوى يعني انا رديت قلت على الكلام ده ليه؟ قلت الكلام اللي مكتوب ده انسان مش محترم بلاش اقول اللي انا قلته. يا ياسر على فكره يعني انا شايف الكلام يعني مش لا لا ما ينفعش لا 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 ما ينفعش لا لا ما ينفعش اقول على الكابتن الخطيب ولا الكلام ده انت ما كملتش كلام هو انت بتتكلم على الاداره؟ ما امال ايه؟ لا الكلام ده نفس صحيح خالص لا 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 عرفت بقى السطر الاخير ده انا كذبته لا 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 ده معايا ولا مش معايا ما ينفعش ده معاك في السطر الاخير ده طبعا ما ينفعش واحد خد كلمتين ونزل الصوره لك دي يا جماعه تويتر لم تصدر من كابتن ياسر بس عارفها كلها كابتن ياسر يعني تقول ايه مستحيل وانا ما ينفعش اقول بالطريقه ولا الاسلوب ده ولا الشكل ده وانا قلت لك في الاول وفي الاخر النادي الاهلي لو هو شايف احمد مش هيفيده الفتره اللي دي وباعه خلاص احمد بقى ضمن مثلا فريق سيراميكا يبقى خلاص ده كلام يحترم وانا بقول لك من خلال البرنامج هنا انا مساند للنادي الاهلي طبعا انا بقول عموما ابني موجود ابني مش موجود انا مساند للنادي الاهلي انا بحب انا بحب النادي الاهلي بحب الكيان طبعا ايش الاشخاص تروح وتيجي لكن الكيان انا حتى انت لاحظ كده النادي الاهلي وهو بيبقى في اسوء حالاته تلاقين انا صبرت ليه مش نفاق ولا رياء ولا بستنى طبيعي يا كابتن ما انا بقول لك فده طبيعي احمد بقى موجود جوه النادي بره النادي مش دي بتاعته هو احمد ده مش ابنك طبعا ما قالكش يا بابا انا كلمت لحد من الاداره عشان اروح امضي اداره الاهلي لا ما هو خلاص خد كلام النائب الرئيسي للنادي اللي هو المهندس طرب العينين اللي هو احمد خلاص موضوعه في النادي الاهلي وتعالى هنقعد مع بعض بس ده اللي حصل انا بكلمك انا والله انا شايف يعني احمد على عين فهمت يعني هو ثلاث سنين ورا بعض ما كانش حد في الاداره خالص قبل ما يروح يمضي يعني هو ما هيكلم ازاي يعني هو يعني الراجل رئيس النادي سيراميكا يعني ما يجي يقول له الكلام ده هي طبعا لا 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 ازاي ازاي يا كابتن ياسر على ذمه على ذمه لا خلاص لو حتى هنقول احمد وقع مش التوقيع في النادي الاهلي ممكن يتلغي يجوز اللي هو يوقع مش هو اصلا على النادي الاهلي ولا مش على النادي الاهلي يعني اقل شيء تليفون الكابتن سيد امير توفيق حد من الاثنين ما احمد كان موجود اصلا معاهم في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كلها على فكره طيب خلاص ما انا بقول لا معاهم على فكره احمد الفتره اللي فاتت ما كانش ليه وجود مخبي حاجه مش لا والله والله ما مخبي انا بقول لك ده الحقيقه يعني ايه مضى وما بلغش النادي هو بناء على كلام المهندس طرب العينين اللي انا مخلص مع اداره النادي الاهلي والكلام ده اللي متداول حتى احمد قاله امبارح اللي هو انا خلصت مع اداره النادي تعالى بس هنقعد نتفق على النظام العقد اللي معانا وقال لي ده بيع قال له بيع نهائي وقال له اداره النادي الاهلي اللي موافق الله موافق وما فيش فيها مشكله لا يعني مثلا لو حد من نادي الزمالك اتصل باحمد ياسر وقال له تعالى انا خدت موافقه تعالى امضي كان مضى لا مش موضوع مضى لا لا بص خلاص العلاقه بين نادي الاهلي وبين سيراميكا علاقه كويسه وعلاقه طيبه معايا ايا كان ما احمد جاله مش سيراميكا جاله فيوتشر وجاله بنك الاهلي وجاله بعض الانديه هو احمد جاله الزمالك احمد لا ما جالوش الزمالك ما جالوش غير من خلال المستشار مرتضى منصور لما طلع قال انا برضو محتاج احمد طب ما هو يبقى جاله الزمالك مفيش مشكله بس القرار هيبقى في ايد مين برضه اللي هو القرار احمد لغايه اللحظه بكلمك ده قرار نادي اهلي احمد بكره في نادي مثلا سيراميكا يبقى قرار نادي سيراميك احمد اذا مشى من نادي الاهلي القرار طالع بيع وشراء لو احمد خد القرار من بعد نادي سيراميكا انه يروح الزمالك يبقى قراره بقرار مجلس اداره سيراميكا مش قراري انا ايوه ماشي انا ما انا كياسر انا طبعا ما اتمناش طبعا ده ابني احب يرجع النادي الاهلي تاني انا كياسر ما تتمناش انا ما لكن افرض ابنك يعني انت ما تتمناش بقى ده حتى المستشار مرتضى منصور ما طلع اتكلم على الراجل وقال كلام محترم كويس وانا محتاجه والقصه دي كلها لا كلام محترم وكلام جميل وانا بقدر أيوة الكلام ماشي. ده بس انا بقول لك بس انت بتسالني انا بتقول لي قلت لك احمد نفسي يرجع تاني النادي او هو موجود مازال على قيد النادي الاهلي لا انا بقى السؤال مش كده خالص كابتن ياسر لا تقرب مني كده دلوقتي انت عايز ايه يعني الراجل طلع انت اللي عايز ايه مرتضى منصور انا عايز افهمك لا طلع بعد كلامك الفتره الاخيره لا احنا زملكاوي احنا اهلاويه واحنا 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 طب ما انا مازال وتحيا مصر تمام دلوقتي الراجل طلع بعد مثلا ما طلع في السوشيال ميديا والاعلام كلها قال لك ان الراجل ده رايح سيراميكا كليوباترا صح مين اللي طلع المستشار مرتضى منصور طلع يعني بعد ما القرار طلع في السوشيال ميديا او الناس اتكلمت ان الراجل ماشي من النادي الاهلي
قال لك احمد ياسر انا لعيب كويس ويعني اتمنى وجوده اتمنى اضافه للنادي الزمالك. انا ما شفتش بس يعني انت وانت انا بقول لك انا اتمنى لاحمد يرجع تاني النادي الاهلي. وليه داخل دلوقتي؟ ما انا بقول انت انا بتكلم على اللي فوق كلام محترم وانا قلت لك كلام محترم برضو. فين انا عايز اقول ايه يعني انت مستني اللي انا اقول لك احمد لعب في الزمالك بس لا لا ده انت حر انت راجل اهلاوي ومش عيب ان انت تتمسك باهلاويتك وان ابنك يلعب في كل ده مش عيب على فكره. ده حاجه انتماء محدش يتكلم في الانتماء. لكن نفترض ان الولد رغبته يروح الزمالك مثلا بعد سيراميكا انت ليه كل شويه ما هي كده مش عارف هو الكوره كده هي الحياه كده اللي هيحصل قدام انا ما اقدرش اقول يا مين طيب سؤال قدام والله ما اقدرش اقول لك ما تقدرش تمنع بقى يا كابتن كمان يعني وما تمنعش هقول لك على حاجه الوقت احمد لو موجود مع النادي الاهلي لعيب احمد النادي الاهلي يحركوا زي ما هو اسمع قبل الحلقه لا بص يا بص بشير